تعرف على طريقة وكيفية إيجاد أسلوب الخط على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانيات الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تحسينات إمكانيات الرؤية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تكبير على حجم الخط والنمط، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على أسلوب الخط، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع المعلومات لأسلوب الخط. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.